اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حابب ان يكون لها طعم تاني. كلنا بنحب ناكل الحاجات اللي موجوده في المطاعم او اللي هي بيكون لها اسم في المطاعم، شيش كباب، شيش طاووق، كباب حله، حاجات كده لطيفه بطعم تاني خالص. معانا النهارده الشيش كباب. وشيش ليه؟ لانه لازم يتحط في الشيش او في الاسياخ، دي مدرسه لوحدها. البعض بيعمله مع المشروم، بعض يعمله مع فلفل رومي، طبقه لحمه مع طبقه فلفل، طب مع بصل وهكذا. انا النهارده هعمله بطريقه تانيه خالص، هعمل الشيش كباب مشوي مع الباربيكيو صوص. مدرسه، المدرسه المغازيه، هنشوف نشويه ازاي ونعمل النسيج والاتفاق ما بين اللحمه والباربيكيو صوص، ازاي الاثنين يتفقوا مع بعض في حاله لما يكون بيتشوي. معانا هنقدمه طبعا مع بطاطا بوريه للاطفال الحلوين، علشان البطاطا البوريه مع الباربيكيو صوص بيبقى طعمها لطيف وحلو. هنعمل طبق مكرونه النهارده بالجرين تشيز. في جبنه خضراء يا شيف؟ في جبنه خضراء. شيف المغازل النهارده هياخد الموزاريلا يحولها لخضار جميل، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، بصلصه البيستو صوص اللي هو الريحان المخلوط بزيت الزيتون والثوم. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما الحاجات اللي تكون على السفره عشان نشد انتباههم. هنعمل لهم النهارده الكب كيك بالكراميل. ايه قصه الكراميل مع الكب كيك وازاي نكتفي بالسكريات اللي موجوده في الكراميل؟ دي مدرسه مغازيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه في الحلقه بتاعتي، وكمان تقدر تخش المطبخ تشوفي كل التفاصيل بطريقه سهله وبسيطه. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل او اطرحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة اللي بتوصلنا لبر الأمان بجد والله العظيم. يعني ممكن تركيه صغيرة كده، مفتاح بسيط جدا يوصلك ان الأكلة بتاعتك تبقى مميزة ومحدش عاملها زيك. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل الشيش كباب مع الباربيكيو صوص. مقاديره على الشاشة. طبعا اللحمة بتاخد وقت كتير في السوا، فخلونا طبعا نبدأ نشويها علشان نقدر ان احنا نعملها مع الباربيكيو. مقادير معانا لحم ضاني او كندوز حسب الرغبه، نسبه الدهون من 20 لـ 30%، بتقطع كريهات صغيره مكعبات. معانا بصل ومعانا ثوم، ملح وفلفل، شويه حبهان، جوز الطيب. صلصه الباربيكيو عباره عن عسل، معجون طماطم، هريسه، زبده، كريمه لباني، معلقتين من النشا، خل بلسمك او خل التفاح حسب الرغبه. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الخبره الطهويه والطعم والاكل مش هتلاقيه غير بين اصابع ايدك انت وبس. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. اول حاجه اللحم بتاعنا الجميل ده زي الفل، لازم نحطه في السيخ. لازم نحط اللحم ده في السيخ، وبعد ما يتحط في السيخ، السيخ بتاعنا يكون ناعينه في شويه ميه علشان عمليه السوى تتم بهدوء. اشيله يا فندم اهو. هناخد اللحم ده كده زي الفل تمام، وتعالوا مع بعض من غير اي توابل خالص هنبدا ان احنا نشوي اللحم ده كده. هي كل القصه شويه زيت عليه بس كده ونشويه. هي دي التركايه، لا هنتبله لا بثوم ولا ببصل ولا باي حاجه خالص. اللهم صل على النبي. طبعا ان احنا نقعد نضيع وقت في ان احنا نسيخ اللحم، يعني انت شطار في الموضوع ده. بتجيبي السيخ الخشب بتحطيها في ميه زي ما اتعلمنا، وبعد كده بنبدا نشك اللحم او فراخ شيش طاووق بالشكل ده كده. حلو قوي تمام، مفيش جديد. زي الفل. ايه الجديد بقى؟ ان في العادي الشيش كباب بيتبل، بتحط عليه بقى زبادي وتحط عليه بهارات وتحط عليه زيت والحاجات دي كلها. انا مش هحط اي حاجه خالص. هات لحمه من عند الجزار، يقول لك من عند الجزار للطبق او من عند الجزار للجريلا لو الطاسه، هنحط عليها شويه زيت واغرقها بالزيت شويه كده وابدا اشويها. فين التوابل يا شيف؟ مفيش خالص، لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص. زي الفل. بالشكل ده كده. ونتاكد الدنيا كلها حلوه كده زي الفل. عندنا الاسياخ كمان زي الفل. الطاسه اخبارها ايه؟ طاسه سخنه. في حياتك طول ما انت في المطبخ تعلمي حاجه حلوه قوي، تشوي برجر، تشوي لحمه، تشوي فراخ، تشوي سمك، لازم درجة حرارة الطاسة اللي بتشوي فيها تكون سخنة علشان اللحمة بتاعتك معاكي ما تنشفش وما يبقاش فيها الطعم بتاع الجوسي.
السيخ ده كبير شويه، نقطمه كده بالشكل ده كده اهو، نفس الطريقه اهو. الله عليك، حلوه. ازاي نعمل اللحم المشوي الشيش كباب مع الباربيكيو صوص؟ تروحي على اي سوبر ماركت بتشتري انينه الباربيكيو، السعر بتاعها بيكون غالي، اعلمك ازاي تعمليه بطريقه بسيطه وسهله. زي الفل، نشيل ده من هنا. تمام كده، عدينا المرحله الصعبه واللي جاي سهل ان شاء الله. هنبدا في طاسه جانبيه نعمل صلصه الباربيكيو واحنا شغالين مع بعض واحده واحده، ولكن النظافه مطلوبه. في طاسه جانبيه زي الفل، ونعلي النار بتاعتنا. يلا 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 يلا، هو ده مقادير الباربيكيو صوص. استاذه رحاب بعد اذنك نشوفها على الشاشه، اخدناها تمام. الله يرضى عليك. طاسه على النار زي الفل، معانا عسل، معانا هريسه، ومعانا زبده، معجون طماطم. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه باخد الثوم والبصلايه الناعمه الحلوه ومعلقتين زيت زيتون. حلو بالشكل ده كده. بحط على زيت الزيتون ده يا عم الشيف معلقه من الزبده. شفت اللحم بيستوي ازاي من غير تتبيله؟ طبعا بنقعد نتبله ونحطه في التتبيله ليله كامله والجو ده كله. حلو، ناخد الطاسه دي على نار شديده الطبيعي عشان انا عايز نار عاليه هنا. حلو، ده مكانها، انا شايف دي مضايقاكو. عينيا قريتك يا غالي. اهي يا فندم، اهي، ايه رايك؟ هنا مكانها حلو؟ طب تمام زي الفل اهو كده. معانا بصلايه ناعمه. كلنا نجتهد وكلنا نعمل عشان في الاخر الصوره تطلع حلوه لحضراتكم. بصلايه تتحمر بالشكل ده كده مع فص ثوم حلو كده. انا عايز اللحم يتحمر وياخد وقته في السوى على الجريلا من غير توابل. واقول لك معلومه غير معلومه، اللحم طالما ما فيهوش توابل، ما فيهوش ملح، ما فيهوش حاجه تعرق للانسجه بتاعه تسويه اللحم، بيستوي معاكي بسرعه زي ما احنا شغالين دلوقتي كده. بصلايه ناعمه، فص ثوم ناعم على النار في زيت الزيتون، في الزبده، بشوحها مع النار، ونبدا ننزل بالعسل النحل بتاعنا ومعجون الطماطم والهريسه الحلوه. عايزه الباربيكيو صوص يبقى سبايسي، تحطي طبعا شطه. مش عايزاه سبايسي يبقى طعمه في متناول الجميع، ده اختياري. عندنا في المنيو بتاعنا طبق مكرونه، المكرونه بتاعتنا بالجرين صوص. ما تيجوا نكسب وقت ونحط المكرونه دي على النار تستوي بما ان احنا عندنا وقت. استاذنك يا استاذ رحاب، مقادير المكرونه الجرين تشيز، باستا جرين تشيز على الشاشه. نكسب وقت، ادي شويه الزيت في قلب الميه، رشه ملح محترمه طبيعي لما نسلق مكرونه، بس المكرونه دي هستوها نص سوا. نشوف المقادير بتاعه المكرونه على الشاشه، كله مع بعض كده واحنا شغالين مع بعض. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله، مكرونه بينا. ليه بينا يا عم الشيف؟ علشان تشيل مع الجرين صوص والتشيز بتاعتنا. تنفع اسباجيتي تنفع، بس مش هتبقى طعمها طعم البنة. دايما اي حاجه فيها صوصات، وايت صوص، جرين صوص، ريد صوص، براون صوص، الحاجات دي كلها لازم تكون مكرونه بن، عشان بيبقى فيها المكان اللي يشيل الصوص بتاع اللي انت عاملاه. حلو الكلام. بصلايه تتحمر بالشكل ده كده بتاعه الباربيكيو، واللحم بيستوي على النار. انا مش قلقان، انا عايزه يتحمر كويس. ننزل بالهريسه بتاعتنا، ننزل بمعجون الطماطم بتاعنا. وطالما حطينا معجون طماطم يا شيف مغازي، بنعمل ايه؟ بنحط معلقه سكر.
احنا مش هنحط سكر، هنحط عسل، يجعل ايامنا عسل ان شاء الله كلها. اهو حلو قوي. اه ننزل بالعسل بتاعنا. كل الكمية ونقلب على النار. نبص على اللحم كده وصل اللي فين معانا. تحب نبص عليه؟ اه. شايفين اللون ده كده؟ اه. استوى اللحم. قلبة والتانية استوى. اه. قلبة والتانية استوى. ونقلب ده كمان زي الفل. المكرونة نحطها في المية. حلو قوي. احنا هنا بنكسب وقت. شوف المكرونة اخبارها ايه. انا عايزك لما تقف على بوتاجاز في البيت تبقى واقفة زي الشيف المغازي كده، واثقة من نفسك. مكرونة بتكسب. اه بنكسب وقت. تتسلق المكرونة. نرجع للباربيكيو بتاعنا والمدرسة بتاعته. اهو العسل مع التومة والبصلة مع الهريسة الحلوة مع معجون الطماطم. عن الشيش كباب. شيش كباب على النار بيستوي، وانا عايزه يستوي من غير اي توابل ولا اي بهارات خالص، لان يقول لك دايما عطشان يا سمراني اسقيني محبة، لا هنا اسقيني باربيكيو صوص. ناخد الزبدة الحلوة بتاعتنا نسقطها على صلصة الباربيكيو. حلو قوي. ونقلب كده لغاية لما الزبدة تسيح. شفت الجو ده كده اهو. اهو الله. شوية خل، تفاح، بلسمك اللي عندك. نتركه على النار حتى تتطاير غازاته. الباربيكيو صوص عايزه بطعم الفلفل، نحط شوية فلفل يبقى سبايسي شوية. اهو الله على الريحة الحلوة. لسه شغال معانا الكريمة اللباني بتاعتنا زي الفل اهي. بناخد شوية مية كده حلوين من هنا من مية المكرونة يا شيف. اه الله. اه نبص عليها كده. اه ناخد بعضنا الكريمه اللباني نقلبها. دايما الكريمه اللباني تشتريها من السوبر ماركت علب تفضيها، لازم تقلبيها. نسقط كده اهو. يلا نقلب. شفت القوام؟ اه طلع الباربيكيو صوص معايا ازاي. اه كمان شويه. ده القوام اللي انا عايزه. ممكن تحط بعلاية نشا مع شوية حليب حسب الرغبة. كده الباربيكيو بتاعي جاهز. نبص على اللحمة أخباره إيه؟ خلص الشيش. شيش طاووق. شيش كباب أنا آسف. إيه الفرق بين الشيش طاووق والشيش كباب؟ ده فراخ طبعًا وده لحمة، بس أنا لما أعمل شيش طاووق بعمله دايمًا بأفخاد الدجاج. آه. بحبش الصدور. نقلب الدنيا كده هنا ونشوف الدنيا عاملة إيه. أهو. حاضر. بس احط ده ايه رايكم احط بس الصلصه ونطلع فاصل على طول. اهو زي الفل اهو. ايه تمام. اهو اهو حبيبي. يلا اللهم صل على النبي. ده اللي انا عايزه. شوف بقى هعمل ايه. يلا فرسان التلفزيون المصري يقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. اللحمه الشيف المغازي حطها على الجريل من غير اي توابل، من غير اي بهارات، من غير اي حاجه خالص. التركايه والخبره الطهويه بتقول ايه؟ بتقول عطشان يا سمران اسقيني محبه. اللحمه هنا شربت الباربيكيو صوص. اه 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 اللهم صل على النبي. اه حلو قوي. اه خدت الطعم. اذا في عسل، اذا في عسل، اذا في الطعم بتاع الباربيكيو صوص. شايفين الجو ده كده؟ هو ده زي ما هي كده يا مغازي. هناخدها وندخلها الفرن. الأولاد يتجمعوا على خير وكلنا نتجمع على سفرة
نبدا نقدمها على السفره بتاعتنا. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان الباربيكيو صوص مع اللحمه المشويه مش قادر اقاوم وقلب الصغير لا يتحمل. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لطبق مكرونه لونه اخضر وربنا يخضر ايامنا ان شاء الله على الخير، ومعانا الكب كيك الحلو بالكراميل لاطفالنا الحلوين او بالتوفي، او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ونظافة المطبخ من أساسيات شغلك. بص بقى، تعملي أكل أحسن من اللي بيعمله الشيف المغازي، تعملي أكل أحسن من أي حد بيطبخ. إن نظافة المطبخ يا أختي يا خالتي يا عمتي يا أمي يا كل اللي بيتابعوني يا بنتي أهم أي حاجة في المطبخ. ليه بقى؟ رقم واحد، بتديكي طاقة إيجابية إنك تقف في المطبخ. خش كده والمطبخ رايق تبقى عايز تعملي كل حاجة، مطبخ زحمة وأطباق كتير ومواعيد كتير في قلب الحوض مش هتعملي أي حاجة خالص، صدقيني بجد. أنا بقول لك الكلام ده لأن أنا طبعًا دارس مطبخ، وخبرة السنين الطهوية دي كلها بقدمها لحضراتكم بكل بساطة وسهولة. الشيش كباب اللي في الفرن، نبص عليه مخرجنا الجميل، يلا أهو بص على الفرن. الشيش كباب أهو في قلب الفرن بيكمل سواه طبعًا مع الباربيكيو صوص، ويقول لك عطشان يا سمران يسقيني إيه باربيكيو صوص، عملته بالتكنيك العالي في قلب الفرن. هبدأ دلوقتي نشوف مع بعض نعمل ازاي الكب كيك بالكراميل. مقاديره على الشاشة، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مع مقادير بسيطة وسهلة بتوصلنا المطبخ طهوي لطيف وجميل. دقيق كوبين، نص كوب من الزيت، حليب واحد كوب، واحد كوب من السكر، ثلاث بيضات، بيكنج باودر، شوية فانيليا، كل دي المقادير معانا زي الفل. والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بتليفونك أو إنك أنت تكتبيها ورايا. وأنا شغال خلونا نعمل الكراميل مع بعض. الكراميل اللي بيتعمل إزاي؟ سكر على النار، أنا بهدي النار خالص لأن مش عايز نار هنا، مش ندفع فاتورة كهرباء على الفاضي وخلاص. أهو زي الفل النار. بعمل إيه يا عم الشيف؟ معايا شوية حليب، سوري السكر. أهو هعمل كراميل، ادي السكر بتاعنا بنسقطه في قلب الطاسة، حلو قوي. طبيعي لما انا بعمل الكراميل لمدرستي انا بقى، دايما لما بنيجي نعمل كريم كراميل اللي احنا بنعمله كلنا، بتلاقي الكريم كراميل ممرر، ربنا يكفينا شر المرار. ليه؟ الكراميل اللي بيتمرر منك، فعلشان تخرجي من المأزق ده اهو معايا معلقة أكلة او معلقة شوربة. شفت كانك بتشبه نفس، واحطها في النص كده بس. معلقه الميه الصغيره دي بجد بمثابه ان هي بتخرجك من مشاكل مراره الكراميل اللي بتعمليه، سواء بتعملي كريم كراميل، سواء بتعملي تورته كيكه الحلو اللي هنعمله دلوقتي، وهكذا. هنسيبه على النار، وهي واحده يا برنس بس، هو ده واحده. حلو الكلام زي الفل. نبدا نشتغل في مقادير الكب كيك بتاعنا. بوله، اللهم صل على النبي. طبعا هنشتغل في الكب كيك علشان محتاجين ندخله النار ونكسب وقت. ثلاث بيضات، لو البيض في التلاجة بتطلعيه قبل ما تخلطيه بربع ساعة حسب درجة الجو، درجة الرطوبة أو درجة البرودة بتاعت الجو. معانا مع البيض، فين السكر يا عم الشيف؟ أهو تاخد من هنا عشان البيض يدوب بسرعة ويبقى جاهز معايا. معانا فانيليا بنحطها، بناخد من السكر كده تقريبا معلقه. اوبا والله انت مرزه يا شيخ، شويه السكر دول معلقه تقريبا زي الفل. بنقلبهم مع بعض. في واحد كده لما يحط سكر تلاقي البتاع ما فيهاش سكر، شوف المغازي يحط سكر، هي لو ما فيهاش سكر السكر تبقى مليانه. نخلط البيض مع السكر. البيض مع السكر بيساعد على ذوبان البيض جيدا وخلطه جيدا. بالشكل ده كده. مع الفانيليا. في ايدي اهي يا برنس اهي، احطها هنا. هي في ايدي اهو. شفت الحلاوه دي؟ العب. راح البيض. شفت ده قوام البيض. مع السكر، اوعى تخلط البيض لوحده كانك بتخض ميه عشان تطلعي سمنه. شفت البيض؟ تقليب البيض مع السكر بيديك القوام ده. شفت القوام ده كده؟ بيض مع سكر.
طب جربي كده تخلطي البيض لوحده، مستحيل يديك القوام ده. حلو قوي. هنحط زيت. ابا حط حليب. ابا حلو قوي. ونقلب مع بعض. لا ده انا مش هيديني بقى قوام. في دخلت ماده سائله هنا تقطع معاكي. طب نرفع فوق كده. فين البيض؟ مفيش حاجه. حلو الكلام. حلو الكلام. معانا دي مخلوط ببيكنج باودر، نقلب البيكنج باودر مع دي طبيعي. تعملي كيكه، تعملي تورته، تعملي بان كيك. يفضل خلط البيكنج باودر بالدقيق حتى تذوب الجزيئات كلها مع بعضيها. البيكنج باودر مع الدقيق. حلو الكلام. كل دول مع بعض. ناخد من الدقيق نحط هنا كده. ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ايه الاخبار؟ هو ده. ما تبص لها على الكراميل كده. فرسان التلفزيون المصري. هو ده طلع معايا. ايه ايدك عيار يا شيف. ربنا يحسن ما بين ايدك يا شيف. هو ده. نشوف القوام هنا بقى. شفت من شويه؟ نشوف القوام. بص على القوام، بص على الحلاوه. الله يرحمك يا عم متقال. بص على الحلاوه. شفت؟ هو ده. خلص الكب كيك. حلو قوي. تمام زي الفل. نجيب القوالب بتاعتنا. اللهم صل على النبي. ونحط كده المقادير ونبدا نشتغل مع بعض. بس خلونا نخلص قصه الايه؟ الكراميل. الكراميل اللي بيتعمل ازاي يا مغازي؟ السكر حطيناه على النار، مفيش مرار، ربنا يكفينا شر المرار. معلقه ميه صغيره هي اللي خلصتني من المشكله دي، خلتني واقف مريح. خلي بالك تحط السكر بقى لوحده. زمان تسمعي دلوقتي تشم ريحه المرار دي وتطلع على السلم. وريحته بتبقى وحشه جدا على فكره. الكراميل اللي طلع معايا. شايف اللون ده كده؟ الخبره الطهويه هنا بتقول ايه بقى؟ حلو قوي. لو عملنا الكراميل ده وحطيناه في قلب الكب كيك بالمدرسه اللي عاملها دلوقتي، بعد ما بتبرد الكب كيكايه الكراميل ده هيبقى جوه الكب كيكايه ناشف، ممكن الاطفال وهما بياكلوا منه يكسر سنانهم. فاحنا نعمل ايه؟ فاحنا مش عايزين سنان الاطفال او ضيوفنا او اللي هياكل من الكب كيك تتاثر خالص بالقوام او بسماكه او بصلابه الكراميل. ده الطبيعي. نقوم نعمل ايه؟ تركيبه حلوه قوي. نحط مكعب زبده. حلو. نحط هسه من الكريمه اللباني. شفت الجو ده كده؟ بس خلاص. ونقلب. هنا السلامه، هنا الامان. هنا السلامه وهنا الامان. يا سلام. ست ام كلثوم قالت ايه؟ واثق الخطوات يمشي ملكا. انت كمان في مطبخك لازم تكوني واثقه من نفسك. معلقه الزبده، معلقه الكريمه اللباني، ادتني القوام ده كده. لو انا بعمل كراميل عمره ما هيديني القوام ده. شفت القوام بتاعه؟ حلو قوي. حلو. خليه نطلعه بره النار. الله يبارك لك يا عم الشيف. وناخد المقادير بتاعه الكب كيك نصبها. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل المضرب ده كده. دي حاجه جديده. قولي معايا حقوق الطبع لدينا وبس مع الشيف المغازي. خلي بالك. شوف انا اعمل ايه بالله عليكي. سمي بسم الله كده وقول الله يبارك لك يا ابو غازي. وانا شغال جايبين لي ريحان اخضر. ينفع ده يا شيف؟ ينفع. جربي. انا مش بعمل اختراع ولا حاجه، بعمل حاجه كده على بالي. دي تفصلك من الطعم وانت بتاكلي الكب كيك ده كده. ورقه الريحان في قلب الكب كاكايه هتلاقيها مديالك طعم مع الكراميل مع المزيج الحلو ده كده. دي بقى اللي بيسموها الافتكاسه او الفلسفه بتاعت المطبخ. الواحد لما بيوصل للمرحله العالميه اللي هو انا يعني، واعوذ بالله من كلمه انا، بيبدا ان هو يالف.
يبدع. اه جيبي لي بقى مدرسة بتقول الكلام ده. في مدرسة واحدة بس، هي مين؟ اه العب. تسيبوني انا اكمل الموضوع ده؟ ايه رايكم نعمل واحده كمان؟ زي الفل. زي ما تحبوا. حلو. ما تملقاش للاخر. التلتين كب كيك والتلت فاضي. في طريقه تانيه، ناخد الطريقه التانيه دي وتسيبوني ونطلع فاصل. لا، طريقه سهله جدا. حلو الكلام. ما تقولوش لحد. الطريقه دي لكم لحضراتكم بس. شويه زيت، الله عليك يا شيف. ومعلقه، الله عليك يا شيف. وسيبنا اشتغل بقى وعيش الحكايه. اللهم صل على النبي. دي اسهل. شفتوا بقى؟ حاضر. دي اسهل. استاذ المصورين بيقول لك دي حلوه دي. دي اسهل. انا بقى ده ساعات بتغلط وتخش جوه الكب كيك، انا ادخلها. دي اسهل. شفت ازاي؟ حلو. تاني. الله عليك يا شيف. عينيا. ووزع كده المقادير بالتساوي عشان يبقوا كلهم زي بعض. ده لسه في تركايه، الله يرضى عليك. خلينا بس نكمل الموضوع ده عشان الكراميل بتاعنا. نعملهم مع بعض. عينيا. حاضر. الله يبارك لك. نعمل ايه يا شيف؟ زي ما انا شغال كده. طيب ازود بقى عشان كله زي بعض، عشان في تركايه حلوه قوي. هنا هتدعوا لي بجد يعني، والله تدعوا لي. وزعت انا كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. اشيل ده كده من هنا واشيل ده من هنا عشان تصورني معاه، لان التركية دي مش موجوده غير عندنا وبس. لما بنقول الخبره الطهويه والرؤيه والفن والابداع مش من فراغ. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كله ناطر. ناطر يعني منتظر. ناخد الكراميل بتاعنا والتوفي بتاعنا اللي احنا عملناه. ونشيل المضرب منه. طب ما نشوف القوام قبل ما نشيل المضرب. مسك نفسه. جمد. لا. شفت ازاي؟ قبل ما احطه. شفت القوام؟ اطلع لغايه الكرين. مين معايا على الكرين؟ شفت القوام ده كده؟ ايه الحلاوه دي؟ القوام ده جاي منين يا عم الشيف؟ من الكريمه اللباني والسكر والزبد. طب الكراميل اللي ينفع يديك القوام ده كده؟ مستحيل طبعا. زي الفل. اشيل المضرب ده كده، انا مش عايزه. خلي بالك، انت ممكن تعبي ده بطرمان وتخليه على جنب، تعملي شويه بان كيك للاولاد تحط منه، تعملي عجينه الكريب تحط منه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ واحنا شغالين بقى مع بعض. الله عليك، دي حاجة جديدة دي يا شيف. طب ما نحط عسل وخلاص. صلى على النبي في قلبك، الموضوع هنا مختلف. حاضر حبيبي. شفت ازاي؟ بوزع الكراميل على الكب كيك بتاعي. طبعا عملية التسوية هنا بقى في انسجام ما بين مقادير الكب كيك وما بين مقادير الكراميل اللي انا بحطه دلوقتي. عايزين تتفرجوا عليها صح بعد ما تطلع من الفرن. حلو الكلام. بس هتدعوا لي تقولوا تسلم ايدك يا شيف. ايه رايك يا مخرجنا نطلع فاصل صغير؟ طيب خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل، لان انا عايز اوزع الكراميل بالتساوي على الكب كيك عشان كل الاولاد ينسجموا مع الكب كيك الجديد النهارده وماما تعمله لهم. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير عشان نكمل بعد كده اللي ورانا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مع خبرة طهوية في تفاصيل عمل الشيش كباب. عملناه ازاي؟ سوينا اللحم من غير أي توابل. المخرج بيقول لي ثبت إيدك، إبداع طبعا. سوينا اللحم من غير أي توابل خالص، وفي الآخر حطيناه على الجريلا لغاية لما اللحمة استوت تقريبا. نزلنا بصلصة الباربيكيو اللي عملناها حلو. طريقة الغرف بقى لها شوية شغل، هنغرفها ازاي مع بعض احنا حالا. دلوقتي معانا بطاطس بوريه جاهزة. بطاطس بوريه دي عبارة عن حليب وزبدة بالشكل ده كده. طبعا انت شاطرة في عمايلها، احنا كلنا مفطومين عليها. قولوا لي حد كده في طفولته ما اكلش بطاطس بوريه وانتوا قاعدين بتتابعوني دلوقتي؟ بصوا لبعضيكوا بقى، ولو عندك ماما بوس ايديها كده وبوس راسها، قولي لها مامي فكريني امتى اول مره اكلت بطاطس بوريه؟ هتقول لك بقى وترجع لك للذكريات. ويا سلام لو المدام بتاعتك قاعده، اسمع الكلام الحلو. حلو الكلام؟ اه. تقول لك يا ابني قول لي، ده انت ما كنتش بتاكلها غير لما انا اقعد اغني لك واقول لك الحدوته. اه ادي البطاطس البوريه. اه كلنا كده. اه سواء بالحليب بقى سواء بغير حليب. اه دي بقى عشقي مع الباربيكيو صوص اللي هينزل عليها دلوقتي. اه معايا فرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين حبايبي اللي هيدلعوني دلوقتي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ طب بس نشوف ده كده نظبطه يا شباب. نطلع دلوقتي ماشي. اه اه شفتوا ده؟ اه ايه الحلاوه دي؟ اه ايه الحلاوه دي؟ اه اه وناخد من الباربيكيو صوص بتاعنا. طب ده شفتيه قبل كده؟ عدى عليكي قبل كده؟ اه حلو قوي. اه وناخد من الصلصه الحلوه دي كده، نصب من ديت. لا انا مش عايزه كله. والبطاطس البياض بتاعها وجمالها وحلاوتها، جربيها واعمليها لاولادك. شيش كباب مع الباربيكيو صوص ولتقديم بطاطس بوريه. شيل ده من هنا بقى عشان عندنا كب كيك في الفرن عايزين نبص عليه. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ اه زي الفل تمام. شيل ده من هنا. على فكره ممكن تقدمي صلصه الباربيكيو دي على جنب كده لو انت عايز تزوده. اه الله. اه خلي بالك سخنه. نشيل دي كده من هنا زي الفل. آه. وحقوق الطبع لدينا وبس. الف انا وشفا. تعالوا نعمل مع بعض المكرونه بتاعتنا مع التشيز جرين. طاسة على النار، الصلصة بتاعتي سريعا كده، معايا الكبة، معايا الريحان الحلو، معايا التوم. بناخد الريحان ده كده. شوفي مقاديرها على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. مقادير الباستا مع الجرين تشيز أو التشيز جرين، مقاديره على الشاشة. ريحان، زبدة، ريحان وزبدة في قلب الطاسة، ريحان وزبده وتوم في قلب الطاسه او في قلب الكبه. اه معايا طاسه على النار شديده الحراره. شديده الحراره مين يا مغازي؟ ده النار مطفيه. يلا حاضر. مقادير على الشاشه. مش عايز يقرا. مقادير على الشاشة عبارة عن مكرونة بنا. حلو. مكرونة البنا دي يا عم الشيف، وجبنة موزاريلا وريحان وفلفل ألوان وملح وفلفل وزبدة. يلا اشتغلت النار معايا. بوتاجاز ده ساعات بيجي في الايه عينيا. حاضر يا فندم. حلو الكلام. تعالوا مع بعض
نخلص من موضوع الجرين تشيز اللي الشيف المغازي هيعمله النهاردة بطريقة جديدة. حطينا في الكبة زبدة ونعناع، سوري زبدة وريحان أخضر وتوم، ودولت لازم كلهم يتخلطوا مع بعض جيدا. وعندنا طاسة على النار لازم تسخن كويس. خلي بالك ناخد التوم ده كده اهو، وناخد الخليط ده كله مع بعضه، والكبة بتاعتي المحترمة. عندي في المقادير جبنة موزاريلا أو جبنة شيدر حسب الرغبة. ونحط في المقادير شوية بقدونس. مفروم ناعم. جربي البقدونس في الفرمة دي كده زي الفل، ونخلطهم كده مع بعض. خلطا جيدا، ناخد كل ده مع بعضه. الطاسة اخبارها ايه؟ زي الفل. معلقة زيت زيتون، ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. بحط في الطاسة دي يا عم الشيف معلقة دقيق صغيرة. انا عايز اعمل المكرونة دي بمزاج عشان تعملها لاولادك لاول مرة. اه معلقة دقيق صغيرة، واسيب معلقة الدقيق تاخد احمرار. العب يلا افتح وشوف الفرن اخباره ايه. اه نفسك تشوف الفرن فيه ايه. اه الكب كيك بالكراميل. يلا تحمير الدقيق جيدا. اهو ايه الحلاوه دي، ايه القمر ده، ايه الجمال ده، كب كيك بالكراميل. حلو قوي الصوره الحلوه من قلب الفرن تتحدث عن نفسها. ننزل بالريحان الاخضر والبقدونس مخلوط بالثوم والزبده. اه ايه السر بيقولوا لي في معلقه الدقيق اللي حطيتها يا شيف مغازي؟ الله حلو قوي. السر في معلقه الدقيق اللي انا حطيتها هي اللي بتديني قوام للمكرونه الحلوه. شفت الجو ده كده، شايف الخضار؟ اه التحميره دي مهمه جدا على نار شديده. عندي المكرونه الحلوه بتاعتي، عندي شويه ميه من سلق المكرونه، اللهم صل على النبي، مية سلق المكرونة، ما تجيبيش مية من الحنفية، هي المية بتاعت المكرونة. واسيبها تغلى على النار. والمكرونة دي مش هتلاقيها غير عندك أنت بس في المطبخ. عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى مش من فراغ. أهو نظافتك في المطبخ يا مغازي. التقليبة دي مهمة جدا. حلو. ناخد الجبنة الموزاريلا. يسلم ايدك. نقلب كل ده مع بعضه. الله ايه الحلاوه دي، جربوا المكرونه دي بالله عليكم. اه ونسيب الجبنه تسيع على النار عشان نشوف قوامها دلوقتي. نغرف المكرونه الحلوه بتاعتنا في الطبق. مكرونه سلقناها في ميه وزيت زيتون بالشكل ده كده. عينيا يا فندم اهو. يا الله حلو بالشكل ده كده، ونقلب كده. شايف القوام ده كده؟ اه 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 ريحان بقدونس توم زيت زيتون في قلب الكبه، خلطناهم مع بعض. حلو الكلام. مع جبنه موزاريلا كل ده مع بعضه. اهو ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. اهو اهو التقليبه دي مهمه كمان. هنطلع الكب كيك من الفرن دلوقتي، مهم جدا. طبعا ما انصحكيش تغرفيه غير لما يبرد، ده الطبيعي. كده خلصت المكرونه. الكب كيك بتاعنا بالكراميل، وكمان حقوق الطبع لدينا وبس مكانه هنا عشان طبعا طالع من الفرن. وانصحك طبعا عمليه الغرف. يلا نبص عليه حبيب والديك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. نشيله كده بالراحة اهو. تفاصيل الكب كيك بالكراميل شفناها من بداية الحلقة. زي الفل. تبرد معانا بنشيلها بسكينة صغيرة. وحابب أقول لحضراتكم حاجة قبل ما أنهي الحلقة.
الاكل ده بيجي منين وافكاره دي بتيجي منين، من حبك للمطبخ، انك بتخش المطبخ حابه انك تعملي حاجه حلوه. شايفه اهي زي الفل، اهو زي الفل، نغرفه في طبق معانا وقت. بنت حلال، بنت حلال، بنت حلال، هو ده هو ده كده. الله عليك، شفتوا بقى انا متعه الحياه عندي. بيسالوني يا شيف بتحب ايه، اقول لهم متعه الحياه لما يقولوا لي معاك دقيقه. بجد والله يا شيف، ده احنا بنقف في المطبخ بالاربع ساعات، انا بقى تفرق معايا الدقيقه، تفرق معايا انا. ناخد الكب كيك ده كده. حاضر، عينيا هو ده. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. أبطأ شيء، إيه الحلاوة دي يا شيخ؟ إيه الجمال ده؟ أنت معايا حبيبي؟ طبعًا خلي بالك، والله يا أستاذة رحاب دي بنت حلال. دي لو اتثابت في قلب الكب كيك الكراميلي ده هينشف، مش هعرف اطلعها حتى لو بالواسطه. قمت ايه غرفتها دلوقتي وهي سخنه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لازم تتغرف وهي سخنه. احنا في الاخر عايزين نشوف حاجه حلوه. مكانها حلو كده ولا اشيلها ورا؟ فكره جديده. طيب حاضر، عندنا ايه يا فندم؟ طيب عايز اقول حاجه، انا بعمل النهارده حاجات لطيفه وحلوه. خش المطبخ كده صدقيني بجد، طالما انت داخله وحابه تخش المطبخ، الميه من ايدك شربات، وخاصه لو عندك ضيوف انت حباهم، حماتك، ماما، اهلك، اسرتك، هتخش المطبخ. الحاجه اللي انت يعني عندك شك في ان هي تطلعش مظبوطه، خش بس وعندك ثقه في نفسك هتبقى زي الفل. عملنا الكب كيك بالكراميل، عملنا طبق شيش كباب مع بطاطس بوريه وحقوق الطبع لدينا، وبس عملنا طبق مكرونه جامد جدا بالصلصه الخضراء او بالجبنه الخضراء او بالتشيز جرين. وربنا يخضر ايامكم يا رب على كل خير. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه من ماس بيرو. We'll be right back.